تشاهدون فريق الجدعان يرصد أحدث نماذج الري الذكي في العالم، والذي لا تتجاوز تكلفته 2500 جنيه، وذلك خلال لقائه بالمهندس هاني وديع خبير نظم الري ورئيس مجموعة شيرة. فريق الجدعان شاهد على نجاح منصة أجري مصر الزراعية للتجارة الإلكترونية في عرض نحو 2000 منتج من مستلزمات الزراعة بأسعار منافسة وتوصيلها إلى جميع المزارعين. فريق الجدعان يرصد تنفيذ المهندس حاتم الكومي رائد استزراع طحالب الاسبيرولينا لمشروع جديد في مدينة الطور بسيناء، وإقامة مفرخ لإنتاج زريعة جمبري المياه العذبة لأول مرة في مصر. في معرض صحاري شاركت مجموعة شيرة لأنظمة الري الحديث بقوة، وقدمت أحدث أنظمة الري الذكي في العالم، وبتدار من أي مكان في العالم بالموبايل أو اللابتوب. طبعاً مجموعة شيرة أسسها المهندس هاني وديع خبير الري المخضرم، وهو وكيل أشهر شركات معدات الري في العالم زي هانتر الأمريكية وريفولز وغيرها، وتحولت على إيده شركة شيرة لمجموعة ضخمة بتضم شركة شيرة للتجارة والمتخصصة في شبكات ري المسطحات الخضراء في المدن، وأجرو إيجيبت المتخصصة في أنظمة التحكم في الري الزراعي وكمان إنتاج الكمبوست. المهندس هاني وديع رئيس مجموعة شيرة. مجموعة شيرة يعني الري الحديث، يعني الري المطور، يعني الري الذكي. بعض الناس متخيلة أن الري الذكي ده ممكن يبقى في جنينة بيت، ممكن يبقى في منطقة في مدينة، ولكن أرض زراعية مساحة ضخمة تروى بري ذكي وأقدر أديرها بالكامل من خلال موبايل، ده فكر بعيد تماماً عن دماغ الناس، أو إلى حد ما بعيد عن دماغ الناس. النهاردة حضرتك وريتنا بالتجربة إزاي أن أنت من هنا بتدور مزارع في وادي النطرون، صح كده؟ ده حقيقة. إزاي بقى؟ حضرتك إحنا أهم حاجة في التطور بتاع نظم الري إنه هو بادي من زمان، يمكن في قطاع اللاندسكيب، وإحنا خدنا خبرة جامدة جداً فيه في اللاندسكيب، ولكن إحنا من 3 سنين ابتدينا نشوف إنه ما المانع إن إحنا نجرب نطور هذا النظام في المزارع، وندرس هل من وراء جدوى اقتصادية هل هيكون فعلاً مفيد. فابتدينا بالمزارع عندنا، فعلاً ابتدينا نطبق هذا النظام، ابتدينا نركب محابس كهرباء زي ما حضرتك شفت، وابتدينا نركب جهاز التحكم، وابتدينا نشغل واحدة بواحدة، وجربنا في نفسينا الأول وحسبنا التكاليف وشفنا كل حاجة. ابتدى نلاقي أنه طبعا وفرنا في الطاقة، كهرباء عندنا غالية، وفرنا في العمالة، مش المقصود بيها أني وفرت العمالة في أن أنا بوفر فلوس، ولكن العمالة بقى وقتها رايح للزرع مش رايح أن أنا أدور الإصلاح على أفتح مية وأقفل مية. طبعا الفكره باديه كمان ان انا ما اقدرش اعمل هذا النظام في وجود شبكه ري متهالكه، فانا شبكه الري من البدايه لو اتعملت صح واتبنت صح بالمنتجات ذات جوده عاليه هي هتعيش معاك فتره اطول، وده اللي بيخلينا نعتمد على التوكيلات الخارجيه اللي احنا وكلاء ليها، سواء كان هانتر او اليزي او ريفولز او دي في دي، بالاضافه الى بعض المنتجات المحليه المصنعه بجوده عاليه. كل ده بنستفيد بيه ان في الاخر احنا كشركة بتهتم ان احنا تقدم حل متكامل وليس بنبيع منتج. احنا فرحتنا السنة دي انه مزارع كتير في حجم 50 فدان والمئة فدان ابتدت تتوجه لهذا التوجه، لان لقيته نظام اقتصادي مريح بطمن. اضفنا عليه السنة دي النهاردة زي ما حضرتك شفت وانا بالموبايل بتاعي بدور المزرعة بتاعتي في وادي النطرون، مش بس بشغلها، لا ده لو في عندي اي الارم، الكهرباء قطعت، المية ما اشتغلتش، عندي تسريب في المية، كل دي بيانات بيجيلي بيها الارم على الموبايل وبشوف كل حاجة حصلت في المزرعة بتاعتي. ممكن يفصل المحبس لوحده عن بقية المحابس؟ اقدر اعمل كل حاجة، واقدر اغير جدول الري وانا قاعد هنا في القاهرة والمزرعة في وادي النطرون، اقدر اتابع الموضوع الري والتسميد. الاهم من ده كله لو حصل وحد دخل وغير نظام الري بيجيلي على طول اوتوماتيك ان حد دخل وغير نظام الري للشكل الفلاني، فاقدر اطمن هل ده فعلا حدث تحت رعاية واشراف المهندس المقيم ولا حد لعب في أي محبس أو أي جهاز موجود. والميزة كمان إن هذا الجهاز عندنا
اللي هو راكب في المزرعة بربطه بأقرب محطة أرصاد جوية موجودة في المنطقة ودي منتشرة، يديني بالضبط القراءات بتاعتي يوم بيوم، الجو شكله إيه والرطوبة إيه ودرجة الحرارة، فبناء عليه باخد القرار. فأنا النهاردة تكلفة الري عندي في الفدان بتصل إلى 10,000 جنيه في السنة، فتخيل حضرتك إن أنا أوفر 3,000 جنيه، ده ممكن يكون هو مكسب في المساحة. في المساحة طبعا، في 100 فدان 300,000 جنيه على طول، في حين أنه أنا التكلفة كلها لن تتعدى هذا المبلغ، فأنا ممكن أرجع الفلوس بتاعتي في سنة أو سنتين. التكلفة بقى، يعني نتكلم على التكلفة. النظام ده احنا عاملينها نموذج الكل انبهر بيه النهاردة، ولكن تكلفته ايه؟ التكلفة يعني أنا عايز أقول لحضرتك، أنت ممكن قوي لو أضفت بس أسمدة معينة في الري وراحت منك كده هو في المية الزيادة اللي انت عمال بتديها بتمن الشبكة كلها بتمن الشبكة بالجرام يعني. يعني احنا التكلفة عندي في المزرعة كانت في حدود 2,500 جنيه الفدان، تكلفة تطوير من ري يدوي لري اوتوماتيك 2,500 جنيه. 2,500 جنيه ممكن تقل في مزارع او تزيد في مزارع على حسب الحجم وعلى حسب توزيع المحابس شكله ايه. في مزارع ما تكلفتش اكتر من 1,500 جنيه، وفي مزارع تكلفت 3,000 جنيه، فهي بتعتمد على المساحة وعلى توزيع المحابس جوه المكان. طب دلوقتي يا باشمهندس، في اجهزة الري المحوري نقدر نتحكم فيها ازاي ونربطها ببعضها؟ ده سؤال عندي. احنا شغالين مع نظم كبيرة دلوقتي، بقى في سوفت وير اعلى اسمه سكادا سيستم. السكادا سيستم ده سوفت وير كبير بيربط البيفوت مع التنقيط مع كل الأجهزة اللي عندي في الأرض، وده يمكن شغالين مع مشروع كبير في المنيا، في غرب المنيا، بنفس السيستم ده، ان احنا نربط كل حاجة مع بعضيها. ما تطمننا كده عن النهر الأخضر، زرنا معك قبل كده، اخباره ايه؟ لا الحمد لله احنا ماشيين فيه بسرعة، ده في العاصمة الإدارية من اكبر المناطق الخضراء في العالم مش مصر، والتكنولوجي اللي موجودة في النهر الأخضر هي اعلى تكنولوجي موجودة في العالم. اجري مصر اضخم منصة للتجارة الإلكترونية حاليا في القطاع الزراعي، والوصول ليها بكتابة حروفها على الإنترنت أسهل من السهولة. ادخل اتبضع بجد واشتري كل مستلزماتك الزراعية من الإبرة للصاروخ، وهتوصل لغاية بيتك بأفضل سعر على الإطلاق، وكلها منتجات أصلية يعني أصلية. وخلي بال حضراتكم، المنصة دلوقتي بتعرض 2000 منتج زراعي. تعالوا نقابل المهندس محمد غريب، مدير عام منصة أجري مصر الزراعية اللي أطلقتها شركة إيه أسواق مصر، ودي واحدة من شركات مجموعة إيه فاينانس العملاقة. أجري مصر منصة كبيرة جدا، هدفها خدمة القطاع الزراعي. عايزين تاني نكرر رسالتنا، يعني إيه منصة؟ أقدر أوصلها إزاي؟ طبعا منصة أجري مصر في الزراعية هي في المقام الأول بتخدم المزارع أو تدعم المزارع المصري. لما جينا ذاكرنا واشتغلنا المزارع المصري محتاج إيه؟ محتاج آليات تمويلية كويسة متناسبة مع الانتاج الزراعي، محتاج توفير مدخلات ومستلزمات انتاج بسعر كويس وأصلية المصدر وتوصيلها لغاية الأرض. الحاجة الثالثة هو تسويق الحصرات الزراعية بتاعته. تمام. المنصة بتجمع أطراف المنظومة الزراعية، هي بنتعامل مع الموردين على توفير كل مدخلات ومستلزمات الانتاج كسوق إلكتروني موجود على المنصة. المزارع بيقدر يدخل على المنصة أو على الموبايل أبليكيشن، برنامج تطبيقي على الموبايل، بيقدر يدخل وينقي البذور والشتلات والأسمدة، معدات وميكانة، بيقدر يشتريها أونلاين، وإحنا بنوصلها له وبنعمل التسويات المالية بعد كده. النقطة المهمة كمان الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي النهاردة بقى رقمي عشان الأونلاين سيرفيسز والخدمات الإلكترونية اللي بقت موجودة، فبقينا نساعد المزارع إن هو يقدر يحصل على الإرشاد الزراعي، البرامج الخاصة بتحسين الإنتاجية ومكافحة الآفات يقدر يحصل عليها أونلاين. خدمات التمويل متاحة من خلال أجري مصر؟ خدمات التمويل متاحة من أجري مصر. إحنا دلوقتي بنمضي يعني اتفاقية كبيرة مع البنك الزراعي المصري عشان توفير البرامج الخاصة بالمحاصيل الزراعية، والبرنامج الجديد لمبادرة السيد الرئيس الخاصة بالري بالتنقيط، ودي مبادرة كبيرة جدا وما فيهاش فايدة، يعني هي 15,000 تقريبا للفدان الواحد على 10 سنين من غير فايدة، على مدة 10 سنين صحيح. فده هيكون متوفر برضو ان شاء الله على المنصة. ادخل من خلال أجري مصر اخد التمويل اللي انا عايزه، اروح البنك استلم. مظبوط يا فندم. او يتحول لي على حساباتي، او تصرف القرض ده او المبلغ التمويلي تقدر تصرفه في صورة منتجات من على المنصة، او احنا هنوصلها لك لغاية عندك. اوصل ازاي لأجري مصر؟
هو تطبيق موجود على التليفون وتطبيق موجود برضو على الانترنت اسمها agrimasr.com. ادخل على جوجل. تمام. اكتب www.agrimasr.com. هيطلع لي الموقع ادخل اشتري اللي انا عايزه. تدخل تشتري اللي انت عايزه. ومقدمين كمان خدمه كويسه اللي هو اطلب لطلب الاوردر كول تو اوردر تليفون. بتليفون. هو الرقم موجود على المنصه 15255. بيرد عليك في الكول سنتر حد متخصص في القطاع الزراعي وارشاد زراعي هيقدر يساعد المزارع في الحصول على مدخلات ومستلزمات الانتاج المناسبه ليه. عندنا النهارده كم منتج؟ النهارده احنا طبعا في مرحله تدشين وكم عيله كمان اللي عندنا فوق ال 2000 منتج. فوق ال 2000 منتج بجميع احجامها. بجميع احجامها بقى من الشركات الكبيره في مدخلات ومستلزمات انتاج عندنا البذور والاسمده المبيدات المعدات والميكنه. يهمنا في الاصل ان احنا نبرز القطاع المحلي. يعني النهارده حضرتك لو هتشوف هتلاقي الاداره المركزيه للانتاج التاوي اللي هي تابعه لوزاره الزراعه موجود عندنا. وسياده الوزير لما جه شرفنا النهارده وفتح السيد القصير وزير الزراعه. مظبوط يا فندم. افتتح المعرض وكان اول ناس احنا يعني شرفنا بيه. قال انا عايز كل الهيئات الانتاجيه الخاصه بوزاره الزراعه تكون موجوده. صندوق الموازنه الزراعيه، الاداره المركزيه للانتاج التقاوي. واشار على نقطه مهمه واحنا فعلا شكلنا لجنه للدعم والاعتماد والاعتماد الجوده بخصوص كل الشركات القطاع الخاص اللي بتعرض منتجات عندنا مش بنوافق عليها ولا على منتجات الا لما نحصل على الموافقه من وزاره الزراعه ان الشركه مرخصه وان المنتجات فعلا. يعني مش اي منتج يتعرض؟ لا لا خالص. لا طبعا يهمنا برضو زي ما قلت حاجه احنا بنخدم المزارع فضمان لي ان المنتجات دي كلها اصليه المصدر مش مغشوشه. يعني دلوقتي انا عجبني شويه حاجات واخترتهم هشتري بايه؟ تمام. اساليب الشراء متاحه ومتعدده سواء عن طريق الاونلاين لو معاك كارت بنكي تقدر تشتري اي كارت بنكي ولا عايز الكارت بتاع الزراعه او الحيازه اللي بقت مدفوعات فهمني. بنوفر اساليب تحفيزيه كويسه للي معاه كارت ميزه فلاح والبنك الزراعي. تمام واخد بال حضرتك. اما اي كارت بنكي تاني في مدفوعات يقدر يشتري من خلالها وكمان بنقدر نوصل الطلب وبنحصل القيمه عند توصيل. يعني طيب دلوقتي المنتج اللي عندك وخصوصا منتجات وزاره الزراعه وانا فرحان قوي ان انت حاطط منتجات وزاره الزراعه لان دي بتتشفط. صحيح. انت حاطط باركود عليها. صح كده؟ صحيح. ايه رايك الباركود ده؟ الباركود ده لكذا حاجه. احنا طبعا هنا في المعرض عارضين المنتجات زي ما حضرتك شايف عشان الزائر المعرض عجبه المنتج بدل ما ياخده ويشتريه ويمشي لا بيسكانه بالتليفون بيطلع له المنتج ده على المنصه وتقدر تطلب الكميات اللي انت عايزها من المنتج ده وبنوصل لك الحاجه لغايه اللي كميه. يعني لو انا تاجر ممكن اخد منك كميات؟ احنا في المقام الاول خدمه المزارع. هو ده بالنسبه لي. انا برضو بخدم المزارع. لو انا خلصت الكوتا بتاعه المزارعين وفي فاضل لا ممكن نبيع ما فيش مشكله بالنسبه للكميات الكبيره. خلي بالك انا يهمني برضو ان التاجر اللي في القريه يبقى معاه منتجات عشان اضمن انها اصليه. لو هي فلما بنفس السعر منك ده اضمن لو هي بنفس السعر طبعا اهلا وسهلا. واحنا جايين عشان نقف قدام الكاميرا قلت لي انا عندي 5 رسائل او 4 رسائل. صح كده؟ صحيح. انا عايز اسمعهم. طيب يهمني الناس تسمعهم. اول رساله للمزارعين ادخل على المنصه اللي اسمها agrimasr.com تصفحها هتلاقي المنتجات اللي انت عايزها اللي هي قدامنا دي هتلاقي بذور والشتلات والاسمده www.agrimasr.com بالظبط كده. ادخل هتلاقي الحاجه بسعر كويس جدا ارخص من السوق وفي نفس الوقت كمان اصليه المصدر ما فيهاش اي غش. تمام. هنساعدك كمان في البرامج التمويليه اللي تكاد تكون ب 5% ومتناقصه كمان. دي رسالتي. حاجات ببلاش من غير فوائد خالص. وفي حاجات من غير فوائد زي الراي بالطبيعي. فالمنصه بالنسبه لك هي حاجه مهمه جدا ادخل زورها عشان احنا بنخدمك من خلال البرامج التمويليه اللي هي بفائده قليله او من غير وفي نفس الوقت المنتجات اللي موجوده بالاضافه لارشاد الزراعه الرقمي. الرسالة التانية للمورد، حضرتك احنا دلوقتي افتتحنا أكبر سوق زراعي إلكتروني، فحضرتك منتجاتك لازم تكون موجودة عشان احنا بنتكلم وبنتعامل مع 5 مليون مزارع في مصر، فوجود حضرتك على المنصة بمنتجاتك مهم جدا عشان خدمة المزارع. رسالتي للبنوك، البنوك اللي عندها البرامج التمويلية الخاصة بال 5% للقطاع الزراعي، أرجوك تعالى ادخل اشترك معانا عشان نقدر نوصل البرامج بتاعتك لكل المزارعين. رسالتي الأخيرة للجامعات الأهلية والجامعات الزراعية اللي هي تقدر تساعدنا. كده بقى 4 رسائل بس. حاضر ماشي. دي آخر رسالة. الجامعات الأهلية والجامعات الزراعية عشان دي اللي تقوم بدور الوسيط ما بيننا وما بين المزارع تساعده إن هو يقدر يتصفح ويقدر يشتري ويقدر يعمل الطلبات بتاعته. تعالوا بقى نقابل قنبلة المشروعات المهندس حاتم الكومي خبير إنتاج طحالب السبيرولينا في مصر
واللي بينفذ كمان مدينة نيرفان البيئية الزراعية في الوادي الجديد، وبينفذ مشروعات للزراعة المائية، وأنتج الجمبري من قلب الصحراء، وأنتج كمان منتجات بطحالب السبيرولينا للإنسان. وخلي بال حضراتكم، هو داخل مشروعين جداد. الأول مدينة بيئية زراعية جديدة في قلب مدينة الطور بجنوب سيناء، بالشراكة مع شركة الريف المصري المسؤولة عن التصرف في أراضي مشروع 1.5 مليون فدان. أما مشروع الثاني فهو إنشاء مفرخ لأول مرة في مصر لإنتاج جمبري المياه العذبة. عودتنا حضرتك أن أنت مفرخ للمشروعات، من مشروعات السبيرولينا لمشروعات الجمبري المياه العذبة لاستزراع الجمبري في قلب الصحراء، مشروعات كثيرة جدا، وكان آخرها نيرفانا وكمان مدينة الطور. نبدأ بمدينة الطور، مشروع كبير جديد دخل فيه مجموعة الكوم الاستثمار. المساحة بإذن الله هتكون في حوالي 2300 فدان، هو منتجع زراعي سياحي علاجي. هيكون فيه طبعا أنشطة زراعية، هنهتم بالنباتات البرية اللي تتميز بها جنوب سيناء، هيقدم الاكثر من زراعتها. هيكون منتج لزراعة الأعشاب والزيوت العطرية، هيكون فيه منتجع كامل للعلاج واسطبل خيل على مساحة واسعة، غير منطقة زون مفتوحة للحيوانات الأليفة. فهيكون مشروع متكامل ما بين الزراعة والعلاج والسياحة. استثمارات المشروع دي؟ استثمارات المشروع في المرحلة الأولى 150 مليون، بإذن الله مع اكتمال المشروع ممكن نوصل لأضعاف هذا المبلغ، ولكن بنبدأ في الأول كستارت لينا إن شاء الله بداية من أول شهر 12 هيكون في حوالي 150 مليون. ناس كتير بتتكلم على الأرباح المهولة لحوض سبيرولينا، فهمنا الأرباح دي بتيجي إزاي؟ أي مشروع في ريادة أعمال، أي مشروع بيكون المكسب الأساسي بتاعه قائم عنه هاو، أكيد شيء طبيعي بيكون المكاسب بتكون عالية جدا، وخصوصا احنا كمجموعة شركات، احنا مش بشركة واحدة للزراعة، لا هي مجموعة متخيلة بين 7 شركات، ما بين زراعة، ما بين صناعة، ما بين سلسلة فروع، ما بين شركة خاصة للتسويق الإلكتروني، فالمكاسب العالية بتطلع لامتلاكنا المنظومة كاملة لغايه التصنيع والمنتج النهائي للمستهلك، لغايه وصول المستهلك النهائي. طيب دلوقتي حضرتك داخل كمان على موضوع الجمبري في المياه العذبه، او جمبري بيربى في مياه عذبه. هو جمبري يعني اللي قدامنا ده جمبري ومن السويس كمان، ولكن ليه كلبتين؟ في طريقه كده للتفريق حاليا، بنخلي الكلبات تبدا تقل ونخليه وحيد الجنس، فتبقى كميه اللحوم فيه بتزيد.